مخيرش من كويس روزاتا تود بها ذي في نهارة العيد. يلا تبعوني، ناخذوا 100 غرام لوز و50 غرام لوز مر، نسخنوهم في الفور 130 درجة مدة 15 دقيقة، وبعد نرحيهم بالقداء. نصبوا عليهم 500 مليلتر ماء ونخلطوهم. بعد نصفيهم نزيدوهم كيلو سكر ونخليوها على نار هادية. كي تقرب تغلي نزيدو كيس زهر ونهزوها من الغاز. نصبوها في دبابز بالنار تقعد بالعامين ما يجري لها شيء. ووقت ما تشتهي تعمل كويس روزاتا يعمل 66 كيف. وما تنسيوش تتابعوني على انستغرام تيك توك وفيسبوك على الباش فيدي قطي وشاهية طيبة.